احنا تحتم علينا بالطبع باش ان نكيف نفوسنا كإدارة انتخابية مع هذه المعطيات العالمية، لان الاقليم تغير، الاقليم لا سيركونسكريبسيون الكتورال صح راك متعلق بالتقسيم الجغرافي اللي موجود داخل كل دولة، ولكن الفضاء المنافسة راح عاد عالمي، فضاء عالمي، وما التأثيرات تأتي من كل مكان، وبالتالي لابد على السلطة الوطنية المستقلة أن تضع يعني الميكانيزمات والوسائل اللي على الأقل تتحصن بقدر كبير الشروط العالمية اللي تعرف عليها للانتخاب الحر والنزيه. الدستور تاعنا راه كرس لأول مرة مبدأ سمو حرية اختيار الشعب،